خبر تاني من اتحاد الكوره، زي ما قلت لحضراتكم ان اتحاد الكوره عرض على فيتوريا 300,000 دولار عشان الراجل يعني يتكل على الله. الموضوع قوبل بالرفض من المدرب البرتغالي فيتوريا، قال لهم لا انا ماليش دعوه، انا عايز 800,000 دولار المرتب بتاع شهر يناير، تمام، واضافه طبعا للشرط الجزائي اللي محطوط في العقد. فدي قصه فيتوريا، راجل قال لك انا مش هسيب جنيه وعايز المستحقات بتاعتي بشكل كامل. واحنا بنتكلم بقى على امم افريقيا، يمكن كان في بعض التصريحات كده لمدربي المنتخبات اللي مكمله في امم افريقيا. مدرب غينيا كابا ديوارا، الراجل اتكلم عن استعداد المنتخب لمواجهه نظيره كونغو الديمقراطيه، المباراه تبقى بكره ضمن منافسات دور ربع النهائي في امم افريقيا. الراجل قال لك احنا هنلعب امام الكونغو الديمقراطيه، بالنسبه لنا كجهاز فني وكلاعبين ده امر استثنائي، انه يتجاوز كره القدم بالنسبه لهم موضوع صعب جدا في ان الناس تتخيل ان الفرق اللي موجوده دلوقتي لو بصيت هتلاقي في 4 فرق حققوا البطوله قبل كده وفي 4 فرق ما حققوهاش ولا مره. فده شيء بالنسبه له مهم وهيشتغل على انه يتخطى الكونغو الديمقراطيه في المباراه اللي جايه. مدرب الكونغو الديمقراطيه سبيستيان دي سابر، الراجل اللي سبق ليه هنا درب نادي الاسماعيلي ونادي بيراميدز، الراجل قال لك ما كانتش مفاجاه ان انا اكسب المنتخب المصري، انا قريت المنتخب المصري بشكل جيد وقدرت اشتغل على نقاط الضعف فيه وقدرت اتخطاه، وده ما كانش مفاجاه، احنا بنقدم مستويات قويه من اول البطوله وكنا في المركز ال13 قبل البطوله ودلوقتي احنا ضمن افضل 8 منتخبات في امم افريقيا. يمكن دي بعض الاخبار اللي ليها علاقه بامم افريقيا، وهنشوف بقى في الايام اللي جايه مين هيعمل ايه. بطوله ونسخه استثنائيه من كاس امم افريقيا.